أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج الحوار. ستعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجو جنوب شرقي الصين بعد أقل من شهر، وباعتبارها منبرا هاما لتفعيل التعاون بين الدول المتقدمة والدول الناشئة والنامية، تلعب مجموعة العشرين دورا قياديا لا مثيل له في الحفاظ على استقرار نمو الاقتصاد العالمي. إذن هل ستضيف قمة هانجو دينامية جديدة وتعزز الثقة بالاقتصاد العالمي الذي ما برح يشهد انتعاشا هشا لم يرقى للتوقعات؟ ومع المخاطر التي تهدد العولمة الاقتصادية جراء تفشي النزعة الشعبوية وتغير الأوضاع الجيوسياسية واشتداد الحماية التجارية، ما هي الحلول التي يمكن للصين طرحها؟ وهل ستصبح قمة هانجو الأكثر ثمارا في تاريخ قمم مجموعة العشرين كما تعهد وزير الخارجية الصيني وانغ يي؟ مشاهدينا، نستضيف اليوم السيدة تشو شاولونغ مراسل في وكالة شينخوا للأنباء. أهلا وسهلا بكم. وبجنبه الإعلامي الجزائري لطفي مقدم. أهلا وسهلا. مرحبا بضيفينا، ونبدأ الحوار كالمعتاد بعد متابعة التقرير التالي. على خلفية انتعاش اقتصادي عالمي ضعيف ووضع سياسي متلبس، تتطلع دول العالم إلى مجموعة العشرين لأداء دور أكبر في الحوكمة العالمية والنمو الاقتصادي، وعلى خلفية الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عدل صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي من توقعاته الخاصة بالنمو العالمي لعامي 2016 و2017، إذ توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.4% في عام 2016 ونسبة 2.8% في عام 2017. وفي الوقت نفسه بات تنكب طريق العولمة يلوح كخطر محدق بالاقتصاد العالمي مع تعالي النبرة الشعبوية التي تتجلى بأوضح صورها في بروز دونالد ترامب. وعلى ذلك فإن العالم يعلق آمالا كبيرة على مجموعة العشرين التي تمثل اقتصاداتها مجتمعة 85% من الاقتصاد العالمي. وتقدم قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في هانجو بشرق الصين في سبتمبر المقبل، تقدم منصة لرؤساء الدول والحكومات ومحافظي البنوك المركزية لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية الكلية. وتعقد قمة هذا العام تحت شعار نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل، وهو ما يعكس بصورة حية جهود مجموعة العشرين لجعل الابتكار ملهما للنمو الاقتصادي المستدام والتغلب على العقبات الهيكلية والمؤسساتية. نبدأ مع أستاذ جو. يعني كما نعلم، منذ في يونيو الماضي توقع البنك الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 إلى 2.4%، كما خفض توقعاته لمعدل نمو للاقتصاد العالمي في العام القادم 2017 إلى 2.8%. يعني لاحظنا أن معدل نمو للاقتصاد العالمي في الست سنوات الماضية أقل ب 3%. إذن يعني كيف تقيم أداء الاقتصاد العالمي منذ عام 2008؟ بالفعل في يناير هذا العام قد خفض البنك العالمي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من أكثر من 3% إلى 2.9%، وهذه المرة خفض ذلك إلى 2.4%، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.1% تقريبا. هذا يعكس الضغوط والظروف المعقدة أمام الاقتصاد العالمي، ففي هذه السنوات ظلت الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات بارزة في عملية التعافي. فمثلا بشكل عام في هذه السنوات شهد أسعار البضائع السائبة الرئيسية مثل النفط الخام وخامات الحديد شهدت أسعارها هبوطا حادا. هذا في الحقيقة يعكس الطلب الضعيف في العالم، ويتجسد الطلب الضعيف العالمي أيضا في
التجارة الدولية، فمثلا من عام 2011 إلى عام 2012 كان حجم التجارة الدولية نما بنسبة 20%، ولكن منذ عام 2012 تقلصت وتيرة النمو إلى 3% تقريبا، ومنذ أكتوبر عام 2014 شهد حجم التجارة الدولية نموا سلبيا، ففي العام السابق في عام 2015 شهد التجارة الدولية الخارجية ما هي الأسباب يعني تقلصت وتيرة النمو منذ عام 2012؟ نعم، في عام سابق تقلص يعني نما 14% سلبيا، هذا يعني الطلب أصبحت ضعيفة، لذلك انخفضت قيمة التجارة الخارجية، وطبعا أيضا بسبب انخفاض حد في أسعار البضائع السائبة الرئيسية، فأحيانا كمية التجارة ازدادت، ولكن بسبب أن أسعار منخفضة ففي النهاية حجم أو قيمة التجارة الخارجية انخفضت أيضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستثمار يعني الانفاق او الحكومي او الاستثمار الحكومي انخفض ايضا، في حديث سنوات مستوى الديون الحكوميه لمختلف الدول ليس مرتفع جدا، لذلك بعض الدول متردده في زياده الانفاق الحكومي لتحفيز نمو الاقتصاد، لان مستوى الديون مرتفع، فالاقتصادات لدول مختلفة مليئة بالمخاطر لهذا السبب، ولكن الانفاق الحكومي عامل رئيسي لدفع نمو الاقتصاد، هذا سبب آخر، ولكن هناك بارزة إيجابية أيضا هو الاستثمار الخارجي المباشر يعني بين الدول المختلفة، في العام السابق نما الاستثمار المباشر الدولي بنسبة 36% لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، فهذا يعتبر بارزة إيجابية، وبشكل تفصيلي في الحقيقة شهد الاقتصادات لدول مختلفة أداء متفاوتا، فبالنسبة للدول المتقدمة وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة، في منذ عام 2008 أطلقت أمريكا 4 جولات من التيسير الكمي، وبفضل ذلك خرجت الاقتصاد الامريكي من ركود اولا، رغم ان الازمه الماليه الدوليه اندلعت في هذه الدوله اولا، ففي عام 2014 نما الاقتصاد الامريكي بنسبه 2.4%، وفي العام السابق نما بنسبه 2.6%، اما الاتحاد الاوروبي في العام السابق نما الاقتصاد المحلي بنسبه 1.5%، اليابان في العام السابق اقتصادها شهد نموا ايجابيا لاول مرات في هذه السنوات، هذا لان الاتحاد الاوروبي واليابان الان لا يزال يتخذان التيسير الكمية، وبالنسبة إلى الدول الناشئة والنامية الحال في الحقيقة أسوأ، فكل من روسيا والبرازيل شهد اقتصادهما نموا سلبيا، أما الصين في هذه السنوات تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد أيضا، ولكن لا يزال أداء الاقتصاد الصين جيد، في النصف الأول من هذا العام نما الاقتصاد المحلي بنسبة 6.7%، وفي الحقيقة الصين لم تتخذ إجراءات تحفيزية قوية لدفع نمو الاقتصاد، ودولة منهمكة في الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض خاصة في قطاع الحديد والصلب. طيب. نعم، فيعني أفق النمو الاقتصادي الصين أعتقد مشرق، هذا سيقدم مساهمة مستمرة للاقتصاد العالمي. فعلا الوضع الاقتصادي العالمي يشهد انتعاشا هشا أستاذ لطفي، ولكن الصين اقتصاد الصين لا يزال ينمو بمعدل يتجاوز 6%، يمكن القول أن الصين ما زالت محركا مهما للاقتصاد العالمي، ولكن هنا يبرز المشكلة، هل تستطيع الصين أن تدفع الاقتصادات أخرى أن ينمو بمعدلات أكبر؟
ربما تطرق إليه زميل من قبل، ربما الصين اليوم وصلت إلى نقطة هي أنها بعد 30 سنة من الانفتاح وتحقيق الظاهرة الصينية في النمو الاقتصادي العالمي، الصين اليوم تدع تقول أوكي نتوقف هنا وأعيد الهيكلة من جديد. ربما الصين اليوم هي منهمكة في إعادة توجيه الاقتصاد الصيني أو إعادة هيكلة الاقتصاد، بعدما كان الاقتصاد مبني على التصدير وأيضا على الصناعات الثقيلة، اليوم الاقتصاد يتحول ليكون أكثر ملائمة للعصر، يعني أن الصين اليوم تريد أن الاقتصاد يكون موجه على الاستهلاك الداخلي وأيضا يكون استهلاك فيه الابتكار وفيه الجودة أيضا. فمن هذه الناحية نلاحظ بأن الصين في السداسي الأول بقت يعني والخطة الخماسية 13 وضعت لأول مرة الصين وضعت أن الاقتصاد يكون بين 6.5 و7، لأن ربما بعض وكالات التنقيط أو بعض الوكالات العالمية تتخذ دائما لو تقول الحكومة 7 فعندما يكون 6.9 أو 6.8 فهي لا تقيم الدنيا وتبدأ في تحليلات وتشكيك في قدرة الاقتصاد الصيني. فنلاحظ بأن الاقتصاد الصيني يبقى في أدائه وهو دائما يحقق اختراقات بين 6.5 و6.7. فاليوم نلاحظ أن السياسات التي وضعتها الصين هي سياسات إيجابية، والصين ربما بإعادة هيكلتها لاقتصادها الداخلي هي تعطي إشارة قوية، لأن نلاحظ أن في الأعوام الأخيرة السوق الصينية الداخلية استقطبت عدد يعني معدل مرتفع من حيث الاستثمارات الخارجية. نعم أستاذ لطفي، الاقتصاد الصيني جميل جدا، ولكن هل الصين تستطيع أن تساعد دول أخرى؟ لا، نحن لا نتكلم عن جمال الاقتصاد وعن نجاعة الاقتصاد، بل نتكلم كيف الصين سوف تذهب لمساعدة الدول الأخرى. مساعدة الدول الأخرى، الصين وضعت خطة ما الآن أصبحت خطة مفتاحية في العالم. الصين أنشأت البنك الآسيوي للبنى التحتية. الصين تقوم وضعت الحزام والطريق. فالصين اليوم تريد أن يكون الاقتصاد متشاركا ومنفتحا. لكن عندما دولة مثل الصين تضع كل جهودها يعني من أجل أن يكون هناك تشارك وتشاور حول الاقتصاد العالمي وكيف يجب أن يكون الاقتصاد العالمي، هنا ترى بعض الدول ترجع إلى ما يسمى عمليات قديمة، مثلا الحمائية التجارية أو الحمائية الجمركية. فمن هذا الصدد ما هي قابلية الدول الأخرى على قبول هذه النظرة الجديدة للصين؟ فاليوم المشكل اليوم أوروبا لم تحقق منذ عدة سنوات، لم تحقق النمو الاقتصادي في أوروبا أصبح سالبا، بالرغم نتكلم عن إفريقيا كقارة متخلفة، إفريقيا هي القارة الوحيدة التي وصلت أنها تحقق نمو اقتصادي إيجابي في العشر سنوات الأخيرة، حتى أنه في العام الماضي النمو الاقتصادي في الصين كان أعلى من توقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. فنلاحظ أن الصين خاصة من البريكس، دول البريكس أيضا هناك أنشأت صندوق خاص لدول البريكس، وفي تشاورها الجولة الأخيرة لرئيس شي جين بينغ إلى إفريقيا، نلاحظ في أن الصين تتخذ كل ما يتحمله عاتقها من أجل أن تقوم بهذا الدور. نعم يمكن للصين لو عن ما يمكن للصين أن تساعد، والصين يعني لاعب مهم في الاقتصاد الحالي، فهي يمكن أن تتحمل جزء لكن لن تستطيع أن تتحمل كل ثقل الاقتصاد العالمي. نعم أستاذ لطفي، يعني للصين نظرة رؤية ممتازة لتنمية ولنمو الاقتصاد العالمي، ولكن كيف سيكون قابلية الدول الأخرى لهذه النظرة؟ يجب أن نسأل هذه الدول. الآن لنسأل أستاذ جو، يعني الآن اقتصاد العالم لم يتجاوز عنق الزجاجة المتمثلة في بقاء معدل النمو عند مستوى منخفض وتفاقم انعدام التوازن التنمية بين الدول، وفي كثير من الدول يعني هناك ظاهرة يزداد الأغنياء ثراء ويزداد الفقراء فقرا، ما هي الأسباب لذلك أستاذ جو؟ أولا حول عدم التوازن التنموي بين دول مختلفة أتحدث عن سبب واحد فقط، مثلا الدول المتقدمة الغربية فرضت في الحقيقة ظلت تفرض احتكارا تكنولوجيا على الدول الناشئة والنامية، فمثلا قيمة التجارة الخارجية بين الصين وأمريكا كبيرة في العام السابق اقتربت من 60 مليار دولار أمريكي، ولكن في الحقيقة الصين اكتسبت قليلا في هذه العام
العملية. فمثلا أمريكا الصين بإمكانها استيراد أشياء بسيطة مثل المنتجات الغذائية ولكن بالنسبة إلى المنتجات ذات المدمون التكنولوجي العالي أمريكا لا تريد أن تقدم للصين. طبعا أمريكا ترحب بقيام الصين باستيراد الطائرات منها، ولكن أمريكا لا تريد في الحقيقة تقدم تكنولوجيا حديثة للصين. ولكن الصين قادرة في هذه السنوات قادرة على اختراق هذه الظروف السلبية تدريجيا، ولكن الحال بين الدول النامية الأخرى وبين الدول المتقدمة أسوأ. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني حول يعني توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فداخل دولة ما هناك أسباب عديدة، وأعتقد أهم سبب هو متعلق بنظام التوزيع. ممكن أحكي لك حكاية مثلا حول المساواة والعدالة. أمام ثلاثة أشخاص مناظر جميلة ووراهم أدراج، وكيف يعني كل يريد أن يتمتع بالمناظر الجميلة، ولكن كيف يتحقق ذلك؟ من الضروري أن يقف كل على نفس المستوى، يعني كل يقف على نفس الدرج، هذا يعني تتحقق المساواة. ولكن المشكلة العدالة لم تأتي لأن قامات الثلاثة مختلفة، هناك أقصر وأطول، فالأقصر على نفس الدرجة لا يمكن لا يستطيع أن يشاهد كامل المناظر، فكيف نعمل نضع كرسيا فوق هذا الدرج لكي كل من الثلاثة يشاهد كامل المناظر؟ هذا متعلق بالعدالة، يعني في النهاية تتحقق العدالة. فبالنسبة إلى نظام توزيع نفس الشيء، يعني في الاقتصاد هناك توزيع أولي وتوزيع ثاني أو إعادة التوزيع. ففي اقتصاد السوق نهتم بالفعالية لأن القدرة والذكاء والموارد المالية للأشخاص المختلفين مختلفة يعني متنوعة، فيجب أن نسمح بالتنافس بين الناس في نفس الظروف، هذا يعني يتحقق المساواة. ولكن بعض الأشخاص قدراتهم ضعيفة نسبيا، فيجب أن نهتم بإعادة التوزيع، إعادة توزيع الثروات، يعني يجب أن نجمع ضرائب من الأغنياء ونوزع على الفقراء من خلال الرعاية الاجتماعية. في هذا صدد الدول النامية يجب أن تهتم بتحسين هذا الحال، وطبعا في الدول المتقدمة هناك فجوة كبيرة أيضا بين الناس. ففي أمريكا 10% من الأسر المحلية تمتلك 70% من الثروات الاجتماعية الإجمالية. ففي هذه السنوات هذا الموضوع أثار جدل أيضا في أمريكا، ووقعت حملة الاحتلال على وول ستريت، لأن بعد الأزمة المالية الدولية الرأسماليون في وول ستريت هم تسببوا في هذه الأزمة. ولكن في عام 2008 ازدادت المكافأة لهم بشكل كبير، لذلك أثار هذا الأمر انتقادا شديدا. ولكن بشكل عام نظام الرعاية الاجتماعية في أمريكا يعني قوي، فالطبقة الوسطى يعني كبيرة أيضا. ولكن في الحقيقة وتيرة الداخلي، نمو الداخلي للوسطى لطبقة الوسطى في أمريكا في هذه السنوات ازدادت بشكل بطيء جدا. نعم أستاذ جو، يعني نتمنى أن هناك ضريبة الغناء في المستقبل، يعني هذا ربما سيكون خبر سر يسر كل الفقراء وكل الناس محدودي الدخل. نعم نمنا نستريح قليلا ثم نواصل الحديث. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش المواضيع تتعلق بمجموعة قمة الـ20 التي ستعقد في مدينة هانجو في سبتمبر المقبل. أستاذ لطفي، يرى البعض أن عالم اليوم يعني بدوله المتقدمة وغير المتقدمة والديمقراطية وغير الديمقراطية يشهد تفشيا للنزعة الشعبوية، يعني يتجلى هذا المنحى ربما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبروز دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري. يعني الآن يعني الرغبة في للتواصل والتنسيق بين الدول أصبحت ضعيفة جدا. يعني العالم الآن يسلك طريقا مؤدي إلى الأنانية.
ثم بالتالي ظهور الحماية التجارية. أولا يعني كيف، هل توافق هذا الرأي وما سبب ذلك؟ نعم هناك نلاحظ أن هناك يعني ارتفاع لهذه النزعة، النزعة الشعبوية وأيضا الحماية التجارية والحماية الجمركية. ربما التاريخ يعيد نفسه. أنا أقول بأن لو نرجع إلى تاريخ بعيد أو قريب، نرجع إلى سنوات الثلاثينات بعد الأزمة المالية لسنة 1920، الولايات المتحدة باشرت نفس الشيء، نفس الخطة، وهي كان اسمه سموت هاولي. قاموا بفرض ضريبة على كل منتج، على كل منتوج يدخل إلى الولايات المتحدة. هذه الضريبة شكلت أيضا يعني أحبطت كل الديناميات التي كانت موجودة ذلك الوقت من أجل إخراج العالم من النكبة 1920. فنلاحظ ربما نفس الظروف تؤدي إلى نفس النتيجة. لا، العالم اليوم يعني هناك تغير كبير، رغم ظهور مثلا لو نتكلم عن البريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهناك قوى بريطانيا كانت موجودة في أوروبا، أخذت كل الإيجابيات من أوروبا، عندما في وقت ما الاتحاد الأوروبي كان يطالب ببعض الحقوق قالت لا أنا أخرج. فهذا نوع من الأنانية كما قلت. ولهذا يجب أن نرى أيضا الحركات الشعب، يعني التيار الشعبوي كيف ظهر في أوروبا. لو نأخذ مثل أوروبا، أوروبا بعد إنشاء الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما أوروبا انفتحت قليلا إلى الشرق، مثلا إلى بولونيا، إلى النمسا، إلى بعض الدول التي كانت في القطب الاتحاد السوفيتي سابقا، ظهرت طيارات بعد الأزمة المالية ل 2008 مباشرة، كان صعود لهذه الحركات واستولت على السلطة. عندما استولت على السلطة قامت تقول لا، نحن لا نريد الاتحاد الأوروبي، هو يكلفنا كثيرا من الضرائب، لا نريد حتى نستطيع أن نتكلم عن حتى على اللاجئين، فهم يمثلون قيمة مالية اليوم، نوع من الحمائية أيضا، لأن بعد الأزمات هم يرون، خاصة أن القرار الذي اتخذته ماركل قررت بأخذ 1 مليون لاجئ. 1 مليون لاجئ هو لأنه ليس حبا في اللاجئين، لأن ألمانيا بعد 5 سنوات سوف يكون عندها نقص في 6 ملايين يد عاملة. حتى عندما قررت أخذ اللاجئين، قررت أخذ اللاجئين لديهم مستوى تعليمي، لأنهم ينقصون إلى الخبرة. فنلاحظ يعني أن من خلال هذه النقطة، ولو نعود إلى التاريخ، فعند المشاكل هناك صعود للقطبين، للقطب الوطني والقطب الشعبوي. هذا ما يؤثر على الاقتصاد لا محال. حتى أن نرجع إلى فترة بعد سنة 1930، كانت هناك قرارات بين فرنسا، كندا، الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، قامت كل دولة بخلق الدولة الأخرى. حتى أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تطور. اليوم أستاذ أطفي، يعني صعود القطب الشعبوي والوطني، هل لها علاقة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي؟ نعم، لو نلاحظ يعني حتى ولو أن البريطانيين، لأن في البداية كانوا يقول أن هناك يمثلون فقط جزء، لكن عندما كانت هناك أكثر من 58% من المصوتين، من الناس الذين ذهبوا للتصويت، هذا نلاحظ بأنه شيء مرتفع. عندما نرى بأن الانتخابات الأخيرة في بريطانيا لم تتعدى، يعني المشاركون لم يتعدوا 50%، فهناك نعم نمو للتيار. ومن جهة أخرى، لأن بعض الوسائل الإعلام خاصة تتكلم لماذا هناك ما يسمى عمدة لندن، عمدة من أصل باكستاني مسلم. هذا حوار أيضا، لأن هذا الحوار موجود، حتى أنهم يقولون بأنه مسلم سوف يقوم بمحاربة السيتي. فهناك يعني، وهذا مشكل، ربما هو مشكل العصر. أنا أقول أيضا في وقت الأزمات هناك صعود للقطبين، لأقصى القطبين. نعم أستاذ لطفي، دعنا نسمع رأي أستاذ جو حول هذا الموضوع. يعني يرى البعض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثيرات طويلة الأمد، خاصة يعني هو بمثابة كارثة لكل من الجانبين، يعني بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وقد يغير مسار العولمة الاقتصادية. هل توافق، ما رأيكم في ذلك أستاذ جو؟ أولا لا أوافق على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وكارثة، ولكن حول تأثيراته السلبية للمسار العلامي الاقتصادية يجب أن نتابعه، ولكن لا شك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا في العلامات الاقتصادية، لأن العلامات الاقتصادية تحتاج إلى تكامل اقتصادي في كل أنحاء العالم وفي أوروبا أيضا، لأن التكامل الاقتصادي يوفر تكلفة من حيث الأموال والأوقات للناس، لأن في ظل التكامل الاقتصادي أو في العملات الاقتصادية ننتج ونقوم بتجارة طبق نفس المعايير والمقاييس التكنولوجية، وهذا يوفر وقتا وأموالا، ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا سيؤثر سلبا في التكامل الاقتصادي في أوروبا، مما يؤثر سلبا في العلامة الاقتصادية، لأن مثلا بالنسبة إلى الشركات الأجنبية يعني إلى الشركات غير الأوروبية، في السابق عندما تقوم بتصدير إلى الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا أيضا هي تلتزم بنفس المعايير والمقاييس التكنولوجية والفنية والقانونية، ولكن بعد انسحاب بريطانيا من الضروري أن تلتزم بنظامين، يعني نظام لبريطانيا ونظام للاتحاد الأوروبي، هذا يعني تأثيراته سلبية وكبيرة للشركات الأجنبية، ولكن أظن خروج بريطانيا في الحقيقة هو نتيجة محتومة، لأن نحتاج إلى اتحاد في أوروبا، ولكن لا نحتاج إلى الاتحاد الأوروبي الحالي، يعني بعبارة أخرى نحتاج إلى تحسين الاتحاد الأوروبي، لأن هذا الاتحاد يعاني من مشكلات شائكة كبيرة، فمثلا تمتلك منطقة اليورو سياسة نقدية موحدة، ولكن الدول المختلفة بالاتحاد الأوروبي تمتلك سياسة مالية مستقلة، هذا يعني تعززت وازدادت التناقضات بين السياستين، فمثلا عندما تكون نعم أستاذ جو، يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسارة كبيرة للأعلام الاقتصادية. أستاذ لطفي، يعني كيف تعويض على هذه الخسارة يعني بالنسبة للعالم يعني في العولمة الاقتصادية؟ التعويض هو وضع، يعني بعد أيام سوف تكون، يعني بالنسبة لي الجواب سوف يكون من هنا من هانجوبا في يوم في القمة الجي 20، لأنها أول مرة مجموعة العشرين سوف يكون اجتماع من أجل الاستشراف، والصين هي الوحيدة اليوم التي لديها القوة السياسية الاقتصادية وحتى العسكرية أن تجمع بكل الناس تضعهم في طاولة واحدة وتقول لهم الأمر أمامكم، اليوم يجب أن نتخذ قرار. الصين وضعت ثلاث سياسات مهمة في هذا الصدد، الصين تتكلم عن تنمية خضراء، عن تنمية مستدامة، وأيضا عن اقتصاد بدون حماية تجارية، وعن تبادل وتشارك. الصين أيضا في الأيام في السنوات الماضية خاصة منذ اعتلاء السيد شي جين بينغ سدة الحكم هنا، قام بوضع ثلاث مشاريع مهمة جدا، هي الحزام والطريق من أجل التشارك الاقتصادي العالمي، أيضا البنك الأسيوي في الاستثمارات البنى التحتية، وصندوق الحزام الذي يجب أن نتكلمه عنه أيضا، وأيضا صندوق البريكس للدول النامية. بعدما كانت الدول في طريق النمو كان عليها ضغط كبير من طرف البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي الذي كان في يد الولايات المتحدة أو في يد التبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. ربما اليوم يجب أن ينظروا نظرتين الولايات المتحدة، نعرف أن رونالد ترامب عنده حماية جمركية وتجارية، هيلاري كلينتون أيضا هي حتى ولو أنها لا تتكلم لكن هي مع الحمائية، يعني فهي لا ليست من أجل الانفتاح، فهي تتكلم عن بعض الحماية في بعض القطاعات مثل ما تكلم زميلي من قبل، وقال أيضا هناك حتى عدم التشارك في التطور التكنولوجي أو ما يسمى النقل التكنولوجي. ربما يعني في الأيام القادمة، وخاصة نرى بأن الرئيس شي جين بينغ قام بدعوة الكثير من الدول التي في طريق النمو التي ممكن أن تشكل دينامية جديدة، فلابد اليوم أن نتكلم يعني بدون بصراحة وبلغة الأرقام على أنه يجب أن يكون هناك حوار تشاور